عمليات التجميل. كثير نعرف ممثلين، فنانين، مشهورين عملوا عمليات تجميل تغيرت ملامحهم كلياً. البعض الكبير أصبح شكله في عمر صغير، وبعض الأشخاص يعملون عمليات تجميل على أنفهم، والبعض يحسن من طراوة الوجه عبر البوتوكس، وكثير من الأشياءات المتعلقة بعمليات التجميل. أهم حاجة لازم نعرفها، متى بدأت عمليات التجميل؟ حضارة الهند القديمة هي من أول الحضارات اللي كانت على علم بعمليات التجميل، طبقا لما أقربه المؤرخون. شهدت القيام بأول عملية تجميلية في التاريخ في منطقة الأنف، وهذا خلال القرن السادس قبل الميلاد. واعتمد وقتها هذا الطبيب في العملية على تقنية ترقيع الجلد، إذا استفاد من نسيج الجلد في مناطق الجسم المتنوعة من أجل أن يرقع الأماكن اللي بها تشوه، وأخفى بذلك هيكلة الأنف وأثار الندبات وأشياء أخرى. يعد هذا الطبيب من أكثر الشخصيات اللي كان لها تأثير في التاريخ الخاص بعمليات التجميل، وهذا ليس لكونه أول من أجرى جراحة تجميل في تاريخ الإنسانية، لكن لأنه ابتكر تقنيات واستخدمها خلال عمليات الجراحية واعتمد عليها لمدة طويلة. وعن طريقه انتشرت العمليات التجميلية في آسيا الوسطى، وعند بداية عام 600 قبل الميلاد أصبحت العمليات التجميلية البدائية إجراء طبي شائع في آسيا الوسطى. علشان نعرف تاريخ عمليات التجميل متى وكيف بدأت، لازم نعرف أنه مر المجال الطبي بتطور كبير خلال الحضارة الفرعونية القديمة، وبهذا لم يكون من المستغرب أن تكون تلك الحضارة لها تأثير في تاريخ العمليات التجميلية، لكن للأسف المؤرخين لم ينظروا لها على أنها أول حضارة عرفت ذلك المجال، على الرغم من كونها سابقة للحضارة الهندية، وهذا لأكثر من سبب. خلال حضارة مصر القديمة لم تكن العمليات التجميلية شائعة بشكل كبير، كانت عمليات التجميل مقتصرة على علاج الرضوض واللي تصيب الوجه والكسور واللي تحدث في الفك وما يشبه ذلك. لم يتم تطبيق عمليات التجميل في مصر القديمة بشكل كبير على الأحياء، لكن كانت تطبق في الأصل من أجل ترميم هيئة الموميا. بشكل عام هناك نظرة غير صحيحة متداولة ما بين الناس عن جراحة التجميل، ومن هذا المنطلق بدأ التخوف من بعض الأشياء. جراحة التجميل بشكل مبسط وبتعريف بسيط هي إعادة الشيء لطبيعته الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا هو، لأن الإنسان جميل والله خلقه جميل في الدنيا، ولكن هناك بعض الأشياء، إصابات، عيوب خلقية، أشياء خارجة عن الطبيعي، إحنا دورنا في جراحة التجميل نرجعها إلى وضعها الطبيعي. يعني مثلا الآن كثير من عمليات جراحات الأنف، جراحات السمنة، شفط الدهون، الأشياء هذه كثير من الناس يعتبروها أنها شيء تجميل خارج عن الواقع. لا بالعكس، هي احنا نرجع الانسان بطبيعته ما هو سمين. الانسان بطبيعته انفه جميل، الانسان بطبيعته اذنه جميله، الانسان بطبيعته عيونه جميله. ولهذا احنا بشكل عام نعيد الانسان الى الوضع الطبيعي الذي مفروض يكون متعايش مع الناس وانسان يشوفه بشكل طبيعي. ولكن نظره الناس لهذه المساله وعدم اقتناعهم احيانا، وهذه الافكار كانت موجوده قديما، لكن الان الامور تغيرت، أصبح بالعكس الطلب على جراحة التجميل طلب واسع جدا جدا، ولكن يظل هذا الاختلاف في هذه الفكرة، هل عملية التجميل مسألة حلال أو مسألة حرام؟ يعني المسألة من ناحية دينية. أنا بجي أوضح لك الآن إياها بطريقة مبسطة جدا. هناك عيوب خلقية كثيرة للأطفال، مثال الشفة الأرنبية، مثال فتحات سقف الحلق، مثال الأذن البارزة، مثال التشوهات في الأعضاء التناسلية، التشوهات في الإيدين، هي عيوب خلقية غير طبيعية موجودة في الإنسان. إنسان مولود طبيعي بخمس أصابع، لما يجيك مولود طبيعي بست أصابع، هل هذا إنسان طبيعي؟ لا، هذا شيء زايد. طبعا أسبابه ما بندخل في هذا المجال، هذا مجال واسع جدا، ولكن احنا محتاجين نوضح للناس ان احنا نحاول بقدر الإمكان في جراحة التجميل، ليش سموها جراحة التجميل؟ لأن الإنسان جميل بطبيعته، أي إنسان طبيعي كل شيء فيه طبيعي فهو جميل والله خلقه جميل. إذا إحنا نرجعه إلى الوضع الطبيعي، إنسان عنده تشوه في الأنف، انحراف في الأنف، لا هو قادر يتنفس ولا هو قادر يقابل الناس بوضع الأنف اللي هو فيه، إحنا نرجع الأنف إلى وضع الطبيعي. عندنا مقاييس معينة للشيء الطبيعي كيف يكون في جسم الإنسان، ولهذا نرجعه إلى وضع الطبيعي. إنسان سمين
جسمه كويس كل حاجة، عنده مشكلة في منطقة الكرش والمنطقة هذه اللي تضايقه في التنفس، تضايقه في الحركة، تضايقه في اللبس، هناك عملية تجميل بإمكان إزالة هذه الدهون كلها، ويرتاح من ألم الظهر، ويرتاح من الثقل فيه وإضافة إلى نحن نعيد لأنه الفرق في جراحة التجميل عن جراحة الأخرى أن نحن نركز على أن يكون الإنسان راضي عن نفسه في أي شيء معين. أنت لما يكون تلاحظ إنسان مولود أذنه بارزة مثلاً، طبعاً لا يقدر يقابل زملائه، يرى نفسه الفرق ما بينه وبين الزملاء الآخرين، هنا يجي دورنا إضافة لدي الأشياء. طيب أنا لا أقول أنه الآن أن جراحة التجميل في بعض الدول وفي بعض الأماكن انحرفت شوية عن خطها، بدأوا يتمادوا يعملوا عمليات تجميل، يعني ممكن أنت تشوف مريض في منظور جراح تجميل يشوفه يقول هذا إنسان طبيعي كويس، أم فوق جميل أم فوق، ولكن في متطلبات بسبب جراح التجميل. طبعا احنا نتكلم عليها في الدول العربية من ناحية الدينية، ولكن في الدول الأوروبية في الأشياء هذه ما ينظروا لها من هذه الناحية، ينظروا لها إذا كان بالإمكان أن الشيء يتجمل أكثر من كذا فهم يسعوا وراء هذا الشيء. ولكن احنا عشان نقنع الناس ونفهم الناس ايش هي جراحة التجميل، عشان لانه ما يكون في هناك نفور، ما يكون في عندك ابن. انا كنت اسمع اشياء كثيره من الناس خاصه في مناطق الارياف، ممكن يجيك عنده طفل وفي شفاء ارنبيه وشكله متشوه ويخليه الى ان عمره 10 و9 سنوات. الفكره عندهم ايش؟ ان يقول لك اول شيء عمليه التجميل حرام، ثانيا الله خلقه بالشكل هذا، اذا هو ميزه بالشكل هذا، لا هذا ما هو الوضع الطبيعي، انت تسبب عقده نفسيه لهذا الطفل اللي الذي بيعاني فيها لما يكبر. ممكن في فتره الطفوله هو ما هو مركز على الشيء، بس لما يكبر بيعيش الوضع هذا وبيتالم، ولهذا الان توفر جراحه تجميل الذي بتعمل لك الشيء وترجعه تقريبا الى مقارب الطبيعي بقدر الامكان. والحمد لله بدات الافكار تتغير، بدات الناس تقبل قبول على هذه الاشياء، وفي الاخير الناس لما تشوف النتائج، إذا تطرقنا في الموضوع هذا من ناحية دينية لن نصل إلى حل، لكن في الأخير ما يهمنا هو إرضاء المريض نفسه، كيف يكون وضعه قبل العملية ووضعه بعد العملية، والرضاء النفسي الداخلي هو نجاح جراحة التجميل. زادت حاجة الأشخاص والناس بشكل عام إلى العمليات التجميلية بكل أنواعها منذ بداية القرن الأول. ليش؟ هذا بسبب كثرة الحروب في هذا الحقبة من الزمن، قد كان غالبية الفرسان يصابون بتشوهات كبيرة في كل أماكن الجسم وبالأخص في الوجه. أثناء هذه الفترة عمل الأطباء في اليونان على جعل العمليات التجميلية مطورة، وبالفعل تقدموا في ذلك كثير في مجموعة من الجراحات، أولها تجميل الأذن، تجميل الأنف، كذلك معالجة الندبات والتشوهات وما ينتج عن الحروب. ولعب الأطباء اليونانيون دور مركزي في تاريخ العمليات التجميلية والتطور اللي طرأ عليها بمرور الزمن. فمن أول قرون ميلادية اهتموا بأن يبحثوا عن طرق تصلح العيوب الظاهرية. تعتبر الحرب العالمية الأولى أيضاً الثانية من المراحل الهامة في التاريخ، سواء سياسياً واقتصادياً وأيضاً طبياً، حيث أن تلك الحروب أحداث كان لها تأثير في التاريخ الخاص بالعمليات التجميلية، بل وترتب عليها تطور وانتشار. فهناك قول مأثور يقول أن الحاجة هي من أدت إلى الاختراع، أو الحاجة هي أم الاختراع، ونشوب الحروب وقتها جعل العمليات التجميلية حاجة هامة لملايين الأشخاص. كان العالم وقتها قد اهتم بالفعل قبل الحرب العالمية الأولى بحوالي 100 سنة بالتجميل، وظهرت أبحاث كثيرة متعلقة بذلك بسبب الحرب، فانتشرت العمليات التجميلية في بريطانيا خاصة وفي أوروبا بشكل عام. وبعد عدة سنوات شهد ذلك المجال تطور ضخم من ناحية التقنيات المطبقة، وأيضا الأطباء اللي أصبحوا أكثر خبرة ومهارة من وقتها. بدأ تاريخ العمليات التجميل المعاصر حتى وصل للتطور اللي نعيشه في هذا الزمن. طيب متى تكون العمليات التجميل يعني مهمة جدا؟ أهم فترة زمنية لابد أن الواحد ما يتوانى فيها أنه يسوي فيها عملية أيوة. تجميل. هنا 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 تجي دور عمليات التجميل اللي هي الأساسية المهمة جدا، اللي هي في العيوب الخلقية. العيوب الخلقية بشكل عام لازم تنعمل على أوقات معينة، يعني خليني أقول لك مثلا الشفة الأرنبية عشان تكون تحصل فائدتها الكويسة لازم تنعمل ما بين 3 شهور إلى 6 شهور. إذا تأخرت تكون صعبة وتكون قد أثرت تأثير نفسي على الطفل، هذا واحد. 2، فتحات سقف الحلق
هذه كمان لازم تنعمل على أمر معين، لأنها مرتبطة بالتغذية، مرتبطة بتعلم الكلام، مرتبطة بالنمو الطفل، ولهذا لها مدة معينة مفروض ما تتجاوزها. عمليات مثلا العيوب الخلقية في الأوضة التناسلية اللي هو إحليل البول، فتحات البول أحيانا هناك عمر معين لها لازم تنعمل في وقته، ولهذا العيوب الخلقية بشكل عام وآثار الحروق اللي تؤدي إلى تشوهات وإعاقات لازم تنعمل في وقتها المناسب عشان تعطي أحسن نتائج. يعني أنت لو ما تعملها في وقتها المناسب ممكن تحصل نتائج تقارب 90-95% من نجاحها، لكن لما تعملها متأخر ممكن تكون كمان نسب النجاح بطيئة، ولهذا ولكن تظل جراحة التجميل قادرة على التدخل في أي وقت وفي أي فترة، ولكن كل ما عملت في وقتها صحيح كل ما كانت أحسن نتائج موجودة. ولاحظنا في كثير من المشاهد ربما قد تكون اللي شفناها على وسائل التواصل الاجتماعي أو على الشبكة العنكبوتية، أنه في أشخاص يقول لك والله أنا حابب أكون بنفس شخصية فلان، يعني تغيير جذري كامل متكامل. هذا الخروج عن الطبيعي، هذا اللي قلت عليه. هذا الاستخدام السيء للجراحات التجميلية، هذا موجود الآن، موجود في كثير من الدول، لكن احنا عادة في الوطن العربي ما زلنا متقيدين بالنطاق مسألة الحلال والحرام في هذه المسألة والتقيد بهذا، لكن الكلام هذا موجود في جراحة التجميل، وبالإمكان فعل ممكن تغيير شكل الإنسان. أنا قلت لك هي جراحة تجميلية، بإمكان التحكم بشكل الأنف، بشكل الشفايف، بشكل الأذون، بشكل الوجه، بالاتجاه اللي أنت تبغاه، لكن في نفس الوقت لو التزمت بالحدود هذه اللي يحصل فيها النقاش الديني، التزمت في البيئة اللي أنت عايش فيها، إذا يتم النجاح في هذا التخصص وتأدي الغرض يعني. ولكن كل شيء فيه يعني يسموه احنا بالاكستريميتي، ممكن في أشياء ممكن تكون سيئة وفي أشياء ممكن تكون فوق الطبيعي، لكن احنا نلتزم إن شاء الله أننا في النطاق اللي هو طبيعي. طيب دكتور، حدثنا على أغرب حالة جات لعندك يعني حاب أن تسوي عملية تجميل، نوعا ما استغربت الطلب من هذه الحالة. أقول لك في جراحة التجميل في شيء الذي كثير من الدكاترة يعني ما ينتبهوا عليه. لما أنت تجي مريض لعندك ويصمم أنه يبغى يعمل شيء أنت تراه أنه كويس، هنا يكون انصدام ما بين الطبيب وله. فهنا المسألة لازم يكون عندك فطنة كبيرة في دراسة الحالة النفسية للمريض. أنت لو قلت له لا، ممكن يكون في يعني تاتش ما بينك وبينه وتخسر نعم. نعمل هذا. ولو قلت له نعم، ممكن في الأخير أنت في الأخير توصل معه طريق مسدود، ولكن هنا يكون الذكاء في التعامل مع المريض الذي يشعر أنه هو شكله مش طبيعي وهو طبيعي جدا، لأنه هذا المشكلة هذا المريض لن يكون مقتنع أبدا بأي نتيجة أنت ممكن تعملها له، ولهذا اتعامل معه بحذر. ولهذا أنا أتذكر أنه في واجهتني حالة، هو مش في اليمن، كانت في خارج اليمن في المملكة العربية السعودية. الحالة هذه عملت العملية الأولى لجراحة الأنف، والعملية الثانية، والعملية الثالثة، أجتني أنا في العملية الرابعة وما تكلمت ولا قالت لي أنها سوت أي حاجة، وإنما أجتنا عندي تقول لي يعني يا دكتور أبغى أعدل أنفي وكل حاجة، وإنما خبرتي في العمل وكل حاجة وبعض العلامات في الأنف خلتنا أحس أن هي قد عملت له شيء من قبل. من الحوار اللي ما بيني بينها من كلمة إلى كلمة ومن كلمة إلى كلمة عرفت التفاصيل كلها كل شيء، أجلت العملية. لما أجيت أشوف التاريخ الطبي لها، كل الثلاث العمليات اللي عملتهم السابق دخلت في مهاترات ومشاكل مع الأطباء، وصلت إلى مستوى الضرب والصياح والشتائم داخل العيادة. فهذه طبعاً من عند ربك نعمة يعني. فاكتشفت المسألة هذه، حاولت بطريقة فنية أن أقنعها حبة حبة أنها تروح تتعالج عن طبيب نفسي، وفعلاً اقتنعت في الأخير تروح تتعالج عن طبيب نفسي وتغيرت 180 درجة. فهذه هي واحدة من الأشياء الذي ممكن تورط جراح التجميل الذي يكون منجرف أنه فقط أنه يبغى يسوي عملية أو يبغى يسوي شيء للمريض. لا، دراسة المريض احنا بالنسبة لنا في الأشياء التجميلية أهم من العملية نفسها. يعني كأنك تقول العامل النفسي مهم جدا، مهم جدا جدا مهم قبل بدء عملية التجميل. الرضاء النفسي للمريض قبل ما يعمل العملية مهم جدا، عشان يكون هو راضي على العملية، لأنك أنت بالتأكيد لو سويت العملية هو يعتقد انها مهمه وانت تعرف انها مش مهمه، بعد العمليه حينصدم. ولهذا هنا تقيت تكون خبرتك في الحياه وخبرتك مع الاحتكاك مع المرضى، كيف تقنعه ان هذا الشيء مش ضروري وان هذا الشيء خارج عن الطبيعي، وحيقتنع بس بشكل تدريجي لما انت تدخل نفسيته حبه حبه.
في الدول المتقدمة في الأشياء اللي زي هذه في أطباء نفسيين اللي يحلوا هذا الموضوع، بس مجرد أنك تكتشف أن هذا المريض يحتاج إلى علاج نفسي خلاص، وممكن بعدين يشكرك على أنك أنت وضحت له الطريق. جراحة التجميل فيها مشاكل كبيرة جدا اللي ما ينتبه على نفسه، وممكن تظل تشتغل فترة طويلة 10 سنين وتشتغل حالات كثير. مريض واحد يضيع تاريخه الطبي كله من كثر ما أنت الصدمة اللي ممكن تسببها له. الحمد لله ما لم نواجه شيء زي هذا لحد الآن. شكرا جزيلا دكتور. الله يحفظ حياتك. كان لقاء ممتع. أنا سعيد جدا في الحديث عن جراحة عمليات التجميل. تحدثنا في كثير من المواضيع اللي تخص جراحة عمليات التجميل بشكل عام. إن شاء الله يكون الناس بشكل عام أخذوا فكرة مبسطة عن التخصص. أهلا وسهلا فيهم في أي وقت. لا يخافوا من هذا الكلام. مثل ما قلت لك هدفنا في هذا التخصص نرجع الإنسان إلى وضعه الطبيعي. إلى طبيعته. فقط. العناية بالبشرة من الضروريات اللي المفروض إنها ما تفارق الروتين اليومي، فعلى عكس الجسد بشرة الوجه أكثر تعرض للعوامل الخارجية كأشعة الشمس والرياح وغيرها من هذه العوامل اللي تكون البشرة على احتكاك مباشر بها. يكتفى البعض بعملية تنظيف البشرة يوميا في الصباح والمساء، ورغم إنها خطوة صحية ومفيدة إلا إنها وحدها غير كافية لتمنح النضارة والتفتح اللازم. فطبيعة البشرة خاصة تتجدد الخلايا والإفرازات لها، ويفرض ضرورة اعتماد روتين يومي فعال لتوازن الإفرازات الدهنية، تفتيح البشرة وإزالة الخلايا الميتة. خطوات العناية بالبشرة تختلف حسب نوعية البشرة. هناك عندك بشرة دهنية جافة حساسة ومختلطة، واستنادا لرأي الخبراء هناك عدد من الخطوات يجب إدراجها ضمن روتين العناية اليومي لما لها من أهمية كبيرة في حماية البشرة ومنحها النضارة. وقبل اعتماد أي روتين للعناية بالبشرة من المهم معرفة نوع البشرة الخاصة بك تفاديا للعواقب اللي قد تنجم جراء استعمال كريم أو منظف يتوافق مع نوع بشرتك. يتم تصنيف نوع البشرة حسب ما قلنا إلى 3 أنواع: البشرة الدهنية والبشرة الجافة والبشرة العادية، وهناك نوع رابع مختلط بين الدهنية والجافة. روتين العناية بالبشرة يبدأ بعملية تنظيف الوجه، وغسل الوجه بالماء الدافئ لتفتيح المسامات، بعدها باستخدام منظف الوجه المناسب لنوع بشرتك. استخدام المقشر يساعد على إزالة الخلايا الميتة والوقاية من الحبوب. ماسك الوجه، تتواجد بهذا الخصوص منتجات كثيرة من أقنعة البشرة، ويمكن الاكتفاء بتحضير الماسك في المنزل باستعمال مكونات طبيعية، شرط إنها ما تتجاوز مدة تركها على البشرة 15 دقيقة حتى لا تسبب لك تجاعيد. قاوم الرغبة في حك البشرة، هذا أمر صالح بشرتك، حيث يعتبر حك البشرة أو لمسها بمنشفة غير نظيفة وجافة مرة ومرتين من أسباب تراكم البكتيريا. ومما لا شك فيه أن تواجد البثور في بشرة الوجه أمر مزعج جدا، يدفع لا شعوريا إلى الضغط عليها باليد ومحاولة نزعها، لكن هذا الأمر يفضل تفاديه كليا كونه يعني يخلف آثار داكنة وعلامات يصعب زوالها بتفادي الضغط على البثور بيديه مهما كانت يدك نظيفة. عند استعمالك المستحضرات تناسب نوع بشرتك لشهر أو شهرين دون الحصول على النتيجة المرجوة لازم أنك تغير الماركة. شرب الماء أيضا كميات وافرة يحمي بشرة الوجه من الترهلات ويقلل ظهور البثور وحب الشباب، ما يساعد شرب الماء على طرد السموم. كل هذه الوظائف ستؤدي إلى بشرة نضرة ومنتعشة. طبياً وجمالياً ينصح كثير بتطبيق واقي الشمس في أيام الصيف المشمسة لكل أنواع البشرة، القصد منح العناية والحماية الكاملة من أشعة الشمس اللي تسبب اسمرار للبشرة وتؤدي لظهور علامات داكنة صعبة الزوال. التصوير الشعاعي للثدي هو من أكثر الفحوصات دقة للكشف عن أي تغير في الثدي، وهو الفحص الأدق للكشف المبكر عن سرطان الثدي. جهاز الماموغرام هو عبارة عن صورة شعاعية يتم من خلالها الكشف عن وجود أي كتلة صغيرة أو كبيرة كانت قبل أن تكتشفينها أنت أو طبيبك. ما هو الوقت الأنسب لعمل صورة الماموغرام؟ من الأفضل عمل صورة الماموغرام مباشرة بعد الدورة الشهرية قبل منتصف الدورة القادمة، وتجنب الأسبوعين الذين يسبقان الدورة الشهرية التالية بسبب التغيرات الهرمونية التي
تؤثر على ثدييك. في حال انقطاع الطمث أو بلوغ سن اليأس، يمكنك عمل الفحص بوقت محدد من كل عام أو عامين نسبة لفئتك العمرية. لا ينصح بإجراء صورة الماموغرام إن كنت حاملاً أو مرضعة. استشيري طبيبك في حال كان لديك أي مؤشرات أو أعراض أو تغيرات تزعجك. على الرغم من أن حوالي 50% من جميع التشوهات الخلقية لا يمكن ربطها بسبب معين، إلا أن هناك بعض الأسباب الجينية والبيئية وعوامل الخطر الأخرى اللي قد تؤثر على التشوهات الخلقية، وهي كالتالي: أولها الوراثة. تلعب الجينات دور مهم في العديد من التشوهات الخلقية، قد يكون هذا من خلال الجينات الموروثة اللي ترمز إلى شذوذ أو ناتجة عن تغيرات مفاجئة في الجينات المعروفة باسم الطفرات. العوامل البيئية تشمل أبرز العوامل، حيث يؤدي تعرض الأمهات لبعض المواد إلى زيادة خطر إصابة الجنين بالتشوهات الخلقية. تشمل هذه المواد الموبيلات الحشرية، المواد الكيميائية الأخرى، بعض الأدوية، الكحول، التبغ، الإشعاع، وقد يكون العمل أو العيش بالقرب من مواقع النفايات أو المصاهر أو المناجم عامل خطر أيضا، وخاصة إذا كانت الأم معرضة لعوامل الخطر البيئية الأخرى أو نقص التغذية. بالنسبة للالتهابات، تعد عدوى الأمهات مثل الزهري والحصبة الألمانية سبب مهم للتشوهات الخلقية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتعد الإصابة بفيروس زيكا أثناء الحمل سبب لصغر الرأس والتشوهات الخلقية الأخرى في نمو الجنين وحديثي الولادة، كما تؤدي إلى مضاعفات الحمل مثل فقدان الجنين وولادة الجنين ميتاً والولادة المبكرة. بالنسبة لتغذية الأم، يزيد نقص حمض الفوليك لدى الأمهات من خطر إنجاب طفل مصاب بعيب في الأنبوب العصبي، بينما قد يؤثر تناول فيتامين A المفرط على النمو الطبيعي للجنين. خلونا نتحدث عن مضاعفات التشوهات الخلقية بشكل عام. المضاعفات نادرة الحدوث لكنها قد تشمل انسداد بعض الأعضاء، النزيف حيث قد يحدث نزيف معدي معوي نتيجة القرحة الهضمية في وجود غشاء مخاطي معدي مغاير. بالنسبة للعدوى، يعني هناك بعض قد تكون هناك بعض العدوى. أما بالنسبة لطرق الوقاية، الاعتناء بالنظام الغذائي للمرأة أثناء الحمل مع المساهمة الضرورية في تناول الفيتامينات والمعادن مثل حمض الفوليك ولكن تحت إشراف الطبيب، تجنب استهلاك المواد السامة أو الضارة مثل التبغ والكحول والعقاقير الترويحية، السيطرة على مرض السكري، وتجنب تعريض نفسك للمواد السامة أو الخطرة مثل المبيدات الحشرية.